في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان، أقام كاهن الرعية الأب أنطون هريمات بمشاركة الكاهن المساعد الأب ماتيو والشماس الإنجيلي عماد حجازين قداساً إلهياً من غير مشاركة للمؤمنين بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تحدث الأب هريمات في عظة القداس عن حضور يسوع في حياتنا رغم أننا في أحيان كثيرة ننشغل عنه ولا نعود نراه. نورسات الأردن قامت ببث القداس إلى الناس في بيوتهم ونقلت مباشرة القداس وعظة الأب هريمات. نحن أيضا غالبا ما نكون ضحية ذاك الالتباس، نتصور أننا نعرف المسيح لكن غالبا ما نكون عاجزين عن التعرف عليه. بنينا لنا صورة عنه تعالى، فإن أظهر الله نفسه وإرادته بصورة مختلفة تذكرنا له. غالبا ما نبحث عن الله في الخارج علما أنه حاضر في حياتنا، نتخيله في السحب، نتخيله في الغمام، ونحن نلتقي به يوميا ونتخطاه في حياتنا. غالبا ما نقول تشتت في صلواتي، أي أني لم أكن منتبها عندما كنت أصلي، لكن ننسى تشتتنا في طريق حياتنا، تشتتنا بحيث أننا تقابلنا مع المسيح وتقاطعنا معه وتخطينا دون أن نراه. والسبب في ذلك هو أن المسيح في واد ونحن في واد آخر.